أعزائي المشاهدين، الحلقة الأكثر نجاحا في هذه القناة خمس أطفال مرعبين حرفيا يا جدعان، من أحسن اللقطات اللي ممكن تشوفها الأطفال النهاردة. خمس أطفال سيرجي أنا عرفتكم طبعا عليهم يا جدعان، مش هطول عليكم. فقبل ما نبدأ الفيديو عايزكم تقولوا لي في الكومنتات بعد ما تخلصوا الفيديو طبعا مين أحسن طفل هيستمر معانا في السلاسل اللي جاية، يعني إن كان سيرجي ولا أيا كان حد من اللي هتشوفوه، يعني لأن في أطفال مستمرة من الفيديوهات اللي فاتت، فحرفيا في فيديوهين فاتوك. دي الحلقة الثالثة من خمس أطفال مرعبين، فلازم تشوف الحلقات اللي فاتت جامدة جدا، وتنسوش اللايك يا جدعان قبل ما نبدأ، ويعني فعلوا الجرس وعايزين نوصل 100,000 مشترك، فبعد إذنك ممكن تشترك. ممكن يلا بينا حضرات السادة المشاهدين، نبدأ مع اللاعب سيرجي اللي مستمر معانا في السلسلة دي من أول ما بدأت. ليه؟ احتراف، تكتيك، ايم، كل حاجة بتندمج في هذا اللعب. قطره استعجب من قدراته، ناس كتير لما علقت على اللعب بتاعه شافت ان هو لاعب مجنون جدا، شاف ان هو لاعب مميز، سنه صغير بس حاير زي ما بيقولوا يا جدعان. المهم في الجيم ده كان نازل مع صاحبه اللي هو في نفس سنه بالظبط، والاثنين واكلين الجيم كله. شوف عزيزي المشاهد، لاحظ الاداء والايم الاسطوري بتاعه، خالص عاش قوي. اللاعب الاول، اللاعب الثاني، سهل جدا يا جماعه ان احنا نشوف سن صغير بيعرف يتكتك ويلعب بفن، ومش سولو سكواد، لا هو بيقدر يلعب مع دو، بيقدر يلعب مع سكواد ويخطط ويفنن. شوف يا جماعه يقف هادي ورزين. بص بص يا جماعه، بص 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 الموقف قد ايه صعب، شايفين الموقف قد ايه صعب. هادي ومش متعفرت علشان خاطر الجيم ما يروحش منهم. تحت بعيد 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 بعيد. لحد الان هادي، وعلى فكره مفيش فيرست، معاه بندجات بس. ويا ابن اللعيبة، اداله واحدة دروب شوت جابت اجله، غير متوقع بالمرة. اهرب اهرب، حتى الصخرة صار معاه كمان. هو بيهرب ولا بيبوش؟ الزون صغيرة وهو دلوقتي سولو. عاش قوي عاش قوي عاش قوي. دلوقتي هو سولو، صاحبه خد نوك فينش. اتصرف ازاي؟ رماند أسطورية في وسط ال... ايه ده لسه ما ماتش؟ انا بحسبها جت فيه. حلو، الواد لسه مستخبي ورا السور، من الواضح ان الولد جبان. يا عيني يا عيني يا عيني يا جدعان، الواد اتعذب يا اسطى، مات موتة بشعة. عاش يا ابن اللعيبة، رد فعل ناري. حلو قوي، خش بقى على اللعب سهلك، النسخة المصغرة من ماهر. ناس اكشن، الولد ده بيعرف يستخدم الام كويس جدا. حلو جدا. اي صعبه اي صعبه، انا بحب الطفل اللي بيسيح على فكره. بص بص عاملين اكشن ازاي، على فكره اللي بيلعب معاه برضه سنه صغير. كلام ماهركم يا جدعان. في واحد مفتوح برا، بيفكر بالقوم، ما بيفكرش بالسلاح الاساسي. حلو، عايز يعمل لقطه كوكايه. يا رب، عاش قوي يا ابن اللعيبه. صعب عمال يقول له بلاش كوكايه، بس عاش. حلو قوي البشاه دي، عاش قوي، بس حلو 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 جدا. دخل سهمكو، دخل الفيديو، دخله عملت لنا اكشن جامد جدا. شوف البشات بيبوش، عاش. تحس الناس اللي قصادهم برضو في حاجه، انا مش عارف يا جماعه، الاداء ما فيش، بس خلينا متفقين ان اللاعب اسطوري في الام بتاعه. سكوب 6 سحبه على 3، بيعرف يتصرف ازاي فهو في وهو في الاوبن بيعمل. يا نهار ابيض،
سامعيني يا جدعان طلقات الهيد شوت. ازري 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 الك 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 اوبر هيطلع. هما كانوا بيلعبوا سكوات كامل وده اخر واحد. مات اتنين من السكواد وفاضل واحد صاحبه. شوف اللعب بتاعهم تحس احمد جيمنج مع الفريق بتاعه في تكتيك. هي طلع طلع اوبر طلع اوبر الك الك يلا شيل شيل امسكوا امسكوا. بصراحه الام ممتاز قوي. عاش يا ابني اللعيبه عاش جدا. ساهمكوا النسخه المصغره من مهاركو عاش قوي. وننتقل للاعب يوسف القمشي. ايوه اسمه كده صاحبي اللاعب اللي في كلان قطره. سنه صغير بس جامد جدا يا جدعان. حلو قوي كوكات عظيمه بالقوم. هيد شوتات وعلامات حمراء للصبح. وعايز اقول لك ان دي من الرومات يعني دي من الرومات اللي قطره بيعملها. بص 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 بيعمل ايه بص بيعمل ايه. فايت قريب قوي وبيعمل لقطات جامده جدا. حلو ده من بطوله برضو او من روم. شايفين الاعدادات اعدادات كلها يميني. ما تعرفش الاعدادات غريبه بصراحه. زرار واحد بس زرار الضرب على الشمال. شايفين الايم عامل ازاي. عايز اقول لك ان الزون صغيره في الاخر ولو التيم بتاعك مش مهندل معاك هتاخد على عينيه. حلو قوي اداء جامد جدا بالدي بي اس. الاداء عظيم بصراحه. انا شايف المواجهه المره دي غير اي حلقه على فكره. لو اللي اول مره يشوفني دي تالت حلقه لسلسله خمس اطفال مرعبين في شركه ببجي موبايل. بص 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 سحب رخصه اتنين في لمح البصر يا جدعان. والله العظيم يا جدعان جامد جدا. له حق فعلا ان هو يخش كلان قطره. مع العلم ان البنج بتاعه يعني من 84 ل 100 بس. بص الزون عامله ازاي ولقطات من بطولات. والبطولات يعني ما تقوليش بقى بوت والكلام دوت هنجيب كلات وخلاص. لا كل الناس بلياريت وكل الناس تاخد حذرها كويس جدا. عاش جدا اللاعب عبودلي. حلو قوي. بص بقى يعني اللاعب ده كده تحسه مسكر والله العظيم. بيلعب على بنج 20 بس الواد اللي قدامه ضربه الفلير ليه معرفش. عاش قوي. ناس خنزير يا جدعان ما بتحلش اقسم بالله. شايفين الاداء بالان 7 بيلعب ايباد هادي ورزين بس هو لابس شنب ليه مش عارف. عاش قوي عاش قوي. وبيلعب دو سكواد هنا الدنيا معاه هاديه ولحد الان شايفه بيلعب بالاسلحه التقيله يعني بشكل احترافي. حلو قوي. مش اي حد يلعب بالام 7 ويكون الام بتاعه لذيذ كده. دولا وداكم فور. لا يا اخوي. حلو نقطة ومن أول الصف. سكواد. شوف عمري في واحد هنا. سكواد ولا واحد سولو؟ حلو أوي. أنا شايف إن اللعب يعني هو صيحه الفاضي بصراحه لان انا ما شفتش اداء من الناس اللي بس ممكن باقي اللقطات بتاعته يعني تخلينا نغير النظره بتاعته. حلو قوي. لا يا جدعان الام شغال بصراحه يعني المسافه حلوه جدا. وده كان تيست حلو للام بتاعه. وده كان تيست احلى للريفلكس الرد الفعل بتاعه في الاوبن. كان ممكن بسهوله يا جدعان والله ان هو يتجاب. حلو قوي. لا يا جدعان انا كده شايف ان هو لا انا شايف ان في مستوى بس شايف الناس اللي بيلعب قصادهم ده بيلعب بيلعب تاكين برونز ولا ما تعرفش بصراحه. وين الثاني عند الدروب اكيد. حلو جدا عند الدروب ايزي عليك بس مش مشكله يا جدعان خلينا ندي الناس فرصه. عاش قوي. هيطلع صيوحه يا جدعان. لا لا حلو. لا حلو والله. هو من كلام ده حلو اللاعب جلطه على فكرة. اللاعب ده
استغنينا عنه الحلقة اللي فاتت، بس استمر لانه هو رجع بلقطات حلوة جدا عجبتني بصراحة. ودلوقتي يا جماعة على هو بيطلع بس، ووالدته يعني بتقرا التعليقات وكده، يعني هو ما بيعرفش يتكلم قدام الكاميرا، هو بيلعب وبس، بيعمل لقطاته متعنا وبس. انظر اخي العزيز، بس لازم تحط لايك بس عشان الكلام ده يعني فاهم. بس بحس اصلا ان هو بيلعب قصاد ناس غريبة فاهم، بتلاقي الناس قاعدة وما بتتحركش، مش عارف في ايه بصراحة. حلو جدا لقطات الحاويات دي بقى اللي بتفرق في الاداء. البنج بتاعه من 76 50 حاجة محترمة، بيلعب سموز، بس اعتقد يعني على اللي انا شايفه ده بيلعب حوالي، هو اقل من 60 فريم بصراحة، بس هو بيبوش بقلب جامد وبيعرف يلعب بصراحة، عاش قوي. وكمان امه بتشجعه يعني يا جدعان، وقاعدة بتقشر له تفاح وبتاع، فالدنيا جميلة يعني، عاش يا ابن اللعيبة. والله يعني انا عارفين يا جدعان، لو في حد قاعد يشجعني كده جنبي مش هجيبه ولا كلاه. والله زي ما بقول لكم كده، مش بيكم عليا انا لما بعمل لكم جيم بلاي بعمله بالعافيه اساسا فاهم. حلو قوي، خلينا بقى نندمج يا جدعان. السلاح الاسطوري، بص بيعرف يلعب من مسافه، نمبر 1 اركن على جنب. حلو قوي، ده سكواد كامل ولا ايه؟ يا تسع كلات في الحاويات. نمبر 2 اركن على جنب، نمبر 3 اركن على جنب. والله العظيم يا جدعان انا شايف ان الاداء بتاع جلطه جامد جدا واجمد من الحلقات اللي فاتت. عاش قوي اقسم بالله يا جماعه، اللاعب ده اسطوري جدا، يعني شايف ان المواجهه جامده جدا في الحلقه دي. فعشان نستمر في هذه السلسله يا جدعان، لو عجبتكم قولوا لي مين احسن لاعب، ما زال احسن لاعب في خلال الثلاث حلقات. لو طبعا ما شفتوش الحلقات اللي فاتت فهتلاقوها باسم خمس اطفال مرعبين، عملوا لقطات جامده جدا، فهتلاقيها يعني. روحوا اتفرجوا بقى وظبطوني كده يا جدعان لايكات، ولازم نشترك طبعا عشان نوصل 100,000 مشترك يعني. فلو عجبتكم الحلقه قولوا في الكومنتات على افكار ثانيه او لعيبه ثانيه، لو عارفين لعيبه صغيرين برضو ممكن تقولوا لي على اسمهم. فان شاء الله الحلقه دي نفس الحلقه دي يعني السلسله الجايه هتبقى في مفاجاه ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه يا جدعان، سلام عليكم.